بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مواضع التزمت العرب فيها تقديم الخبر على المبتدأ، نحو عندي درهم. إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ للبدء بالنكرة إلا تقدم الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، هنا يلزم تقديم الخبر، فتقول في الدار زيد، ولا تقول لا تقول في الدار رجل، ولا تقول رجل في الدار، لأنه في هذه الحالة يلتبس بالصفة. تقول رجل في الدار يظن السامع أنك تصف رجلا بأنه في الدار، ويبقى المبتدأ بلا خبر. وإذا قلت في الدار رجل انتفى هذا، عرفنا أن في الدار خبر ورجل مبتدأ، هنا يجب تقديم الخبر. ونحو عندي درهم ولي وطر، هذا الموضع الأول. إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ للبدء بالنكرة على الإطلاق إلا تقدم الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا متصل، يكون تقديم الخبر هنا وتأخير المبتدأ واجبا. درهم مفخم ولا مرقق؟ درهم مرقق جدا. نعم. إذا عاد عليهم الواقف، لكن ننطق دائما نقول جرهم، ونقول دائما لغة عامية. كذا إذا عاد عليهم الواقف، كذا إذا عاد عليهم مضمر مما به عنهم مبين أن يخبروا، كذلك يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر مما به عنه يخبر، الذي يخبر به عنه هو المبتدأ. تقول في الدار صاحبها، في الدار واجب التقديم، لأن قولك صاحبها اتصل به ضمير يعود على بعض الخبر وهو الدار، فلو قلت صاحبها في الدار عاد الضمير على متأخر في الرتبة وفي اللفظ، لكن إذا قلت في الدار صاحبها عاد الضمير على متأخر في الرتبة صحيح، لكن تقدم في اللفظ. واضح واجب الدار. قال: هابك إجلالا وما بك قدرة عالية ولكن من عين حبيبها. يجب تقديم الخبر في هذه الحالة لأن في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. كذلك إذا كان واجب التصدير كأسماء الاستفهام: كيف حالك؟ لا يقول عربي حالك كيف. متى السفر؟ لا يقول عربي السفر متى. أين زيد؟ لا يقول عربي زيد أين. بعكس الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا أن المبتدأ إذا كان واجب التصدير له إفادة والصدارة يجب تقديمه، وهناك نظير الأولى إذا كان للخبر الصدارة يجب تقديمه. نعم. وخبر المحصور يقدم أبدا، خبر المبتدأ المحصور، المبتدأ المحصور يقدمه أبدا، مثل ما لنا إلا اتباع أحمد كالحالة الأولى. الحالة الأولى مثل إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، إنما المؤمنون إخوة، في هذا يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. وهذه بعكسها، تقول ما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم، ما لنا نجا إلا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعه مبتدأ واجب التأخير لأن الخبر حصل فيه.